طيب، تطمينات أكتر عن حالة الطقس معنا هاتفيا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية. أهلا بك يا دكتور محمود، وأعتقد أن حالة الاستقرار بإذن الله بدأت من النهاردة وفقا لتصريحات حضرتك معنا يمكن يوم الخميس اللي فات. صباح الخير يا شيخ، صباح النور حضرتك وكل المشاهدين. طبعا وفقا للتوقعات والتنبؤات والنشرات الجويه اللي تصدرها الهيئه العامه للأمطار الجويه، تبدا من اليوم حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه. بدايه كانت الشبوره المائيه الصبح اللي كانت موجوده على اغلب الطرق واللي كانت كثيفه احيانا وصلت لحد الضباب، دي تعتبر احد علامات حاله الاستقرار في الاحوال الجويه اللي هنشهدها ان شاء الله على مدار الاسبوع. درجات الحرارة هتعود تدريجيا خلال ساعات النهار خلال الأيام القادمة إلى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بعد ما كانت بتسجل 15 و14 درجة مئوية على القاهرة، متوقع خلال الأيام القادمة أن تصل إلى 20 درجة مئوية، بالإضافة إلى هدوء كامل في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء. ده هيحسسنا أكثر أن الجو بدأ يكون أكثر استقرار خلال الفترة القادمة، وطبعا حركة الملاحة البحرية هتعود إلى طبيعتها مرة أخرى بإذن الله. بإذن الله، يعني الناس كده تبدأ إن هي تطمن إن مفيش تقلبات خلال هذا الأسبوع على الأقل. الأسبوع ده على الأقل مفيش تقلبات جوية، شبورة مائية في الصباح الباكر، ولكن طبعاً ما زال الطقس بيكون شديد البرودة في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، لأن إحنا نعتبر في شهر يناير أبرد شهور العام. أنا بشكرك يا فندم، شكراً جزيلاً دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية.